مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين طرفين. كثيرة هي الأحداث الأمنية التي شهدتها عدن خلال السنوات الأخيرة، وكثيرة هي الخلافات حول المستهدفين للعاصمة المؤقتة وكذلك المسؤولين عن حمايتها. لكن في المقابل، أليست عدن واحدة من كل المحافظات اليمنية التي شهدت أحداثا أمنية واقتصادية مؤسفة؟ فلماذا الحديث عن عدن على وجه التحديد؟ يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ منصور صالح. أستاذ منصور، أهلا بك. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا في بين طرفين. أهلا وسهلا، شرف الناصر. ومن تركيا عبر الزوم المحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، مساء الخير وأهلا بك في برنامج بين طرفين. أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين. لو نبدأ مباشرة أستاذ منصور، ونبدأ بما شهدته عدن خلال هذا الأسبوع مؤخرا، حدث أمني، حتى كانت هناك اشتباكات في التواهي بسبب الاعتداء على محل تلفونات. أنا لا أريد أن أقف على هذا الحدث على وجه التحديد، إنما كثير أحداث أمنية شهدتها عدن. لماذا عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وحقيقة أنا أستغرب هذا الاهتمام المبالغ فيه من قبل قناة بحجم قناة اليمن اليوم. يفترض أنه هناك لديها قضايا أكبر، لدينا قضايا أكبر تتعلق بالحزب الذي تمثله هذه القناة، يعني والمشاكل الكبيرة التي يعانيها قادة هذا الحزب وقواعده في مناطق ميليشيا الحوثي، عمليات القتل اليومي في داخل صنعاء وكل محافظات الشمال، الاختطافات للنساء وتعذيبهن واغتصابهن في السجون من قبل ميليشيا الحوثي، حالة الوضع الإنساني والمعيشي وانتهاكات حقوق الإنسان وبالذات الزملاء الصحفيين. بمعنى أنه إن أردنا أن نتحدث عن الأولوية في المشكلات والهموم والقضايا، نعتقد بأنه هناك قضايا كان يفترض بهذه القناة وغيرها من القنوات أن تسلط الضوء عليها، مثل هذه الصور التي تتحدث عنها. أنا ربما لم تمر علي وربما لم ألقي لها اهتماما، على اعتبار أنها حدث طارئ، فردي طارئ من شخص معين وتم توقيفه، المسألة متوقعة. لكن لم نشاهد سواء قنوات الإخوان، قنوات الإصلاح أو قناة اليمنيون مثل الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام تهتم بحرق أسر بحالها في داخل تعز، الاغتيالات اليومية، استهداف القيادات العسكرية. على فكرة أستاذ، أنا بس أريد أن أوقفك هنا. نحن لو تتابع البرنامج نفسه أو تتابع القناة، نحن نسلط الضوء عليها كلها. وعندما ناقشنا على 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 سبيل المثال مشكلة مارب، كان هناك حديث إنه لماذا مارب؟ يا سيدي أنا أنت نكأت جراح بداخلي. أنا أتذكر قنوات الإخوان في يوم من الأيام جرى هناك حرق أسرة الحرق في داخل تعز، أكثر من شخص، أكثر من 13 روح أزهقت حرقا في داخل محافظة تعز. ماذا كان يغطي إعلام الإخوان وناشطوه؟ كانوا يغطون أنه أحد الشباب قام برمي حمار في داخل مدينة المنصورة وقطع تذكره، يعني وكان اهتمام كبير للناشطين. بمعنى أنه الإصرار على وضع فوكس على كل ما يدور في عدن في الجنوب، محاولة التشويه والتشهير وإظهار عدن مدينة غير آمنة. أنا أقول أنا لسه جاي من العاصمة عدن. عدن تعيش أفضل حالاتها أمنيا على الإطلاق منذ سنوات طويلة. عدن تعيش حالة ازدهار من حيث عملية البناء والنظافة والاستثمار وشق الطرقات غير مسبوقة في تاريخها. المشكلة الوحيدة التي يعانيها عدن ويأن الناس منها هي غياب الخدمات، خاصة منها ما يتعلق بانقطاع التيار، وهذا المستمر للتيار الكهربائي ولخدمة الكهرباء لأكثر من 16 ساعة يومية. وهذه قضية كان يفترض بأن تسلط عليها القنوات، وهذا محور، ايوه، تسلط عليها الضوء، وايضا الانقطاع الرواتب، وهذا محور انهيار العملة.
لا انا حتى احس انا انه مجيء الى هذه القناه او مشاركتي مع اي ضيف انه له قيمه بانه ناقش قضايا الناس. طيب كويس استاذ منصور. لا بالعكس، وهذا محور مهم، وبالمناسبه نحن منفتحون جدا لمثل هذا النقد حتى اذا كان للبرنامج او للقناه، لكن المطلوب فقط ان تتابعوا فقط القناه او البرنامج لتتاكدوا انه كل المواضيع بالنسبه لنا مهمه. استاذ ياسين التميمي، عدن بخير ولا توجد هناك مشكلة سوى الخدمات فقط، وأنتم تبالغون في الترويج بأنه هناك مشاكل في عدن. منطقة الأخ منصور، يعني منطقكم على فكرة نحن نختلف عنكم، أنتم تختلفون عنا، وهذه مشكلة كبيرة. منصور لم لا يريد أن يعترف بالحقيقة، هو أنه الإيمان اليوم وقناة عدن المستقلة والمجلس الانتقالي والمؤتمر الشعبي العام كلهم يعملون في فضاء واحد، ويفترض أنهم يمثلون اتجاها سياسيا على الأقل مشتركا، أو يتقاسمون هدفا مشتركا، أو على الأقل يقفون على أرضية مشتركة. الحديث عن أن عدن بخير في ظل الحرب هذا يعني هروب من الحقيقة. عدن مدينة دفعت ثمنا باهظا جراء الأزمات المتلاحقة وجراء الحروب، وفقدت فرصة تاريخية لأن تحظى بالاستقرار بعد أن توفرت لها كل الممكنات اللازمة تقريبا لأن تكون مدينة مزدهرة مختلفة عن كل المدن اليمنية، ولكن الذين يتحكمون بالأجندة السياسية رغبوا في أن تبقى عدن على ما هي عليه اليوم. عدن تتلقى المنح، الهبات، المساعدات الطارئة، وليس المساعدة المستدامة كحال الكهرباء، كحال الوقود، كحال المياه، وهي أمور تجعل المقيمين في عدن يعانون كثيراً، وتصرف عن هذه المدينة الأفكار المثمرة والمستثمرين وكل شيء يمكن أن يجعل عدن نقطة جذب مهمة بالنسبة لليمنيين، وبالتالي تتضاعف عوائدها الضريبية والجمركية، وأصبح لها موارد كبيرة جداً لتزدهر أكثر فأكثر. وهذا الأمر لو حسبناها بانتهازية سياسية سنجد أن أصحاب المشروع الانفصالي يمكن أن يحصلوا على مدينة كاملة بإمكانيات اقتصادية هائلة، كما حصل الصينيون على هونغ كونغ مثلا، مدينة باقتصاد عالمي كبير جدا، وانسحب البريطانيون فبقيت هونغ كونغ يعني مدينة مهمة، دولة مدينة مهمة تحت إشراف الصين. عدن في هذا الظرف كان بإمكانها أن تتحول إلى مدينة مختلفة تماما، لكن سادت الفوضى وعدم الاستقرار، واستهرت عمليات القتل السياسي في المدينة، وتحولت إلى ساحة لتصفية حسابات مع خصوم ليسوا ذي أولوية تقريبا. يعني كل مكونات مدينة عدن وضعت على لائحة الاغتيالات، وبالتالي دفعت عدن باتجاه اللون الواحد، المنطقة الواحدة، وهذا في الحقيقة وهذه النقطة أستاذ ياسين، وهذه النقطة بالعكس، من في عدن على وجه التحديد الانتقال الجنوبي يقول بأنه لأجل أن تبقى الصورة أن عدن غير مستقرة استهدفت عدن من خصوم الانتقالي، سواء كان من الإصلاح أو من حلفاء الإصلاح على وجه التحديد، وثاروا البلبلة من أجل ترسيخ هذه الصورة التي تتحدث عنها. ما نوع الاستهداف ذا؟ يعني أي طرف آخر في عدن يبدو ضعيفاً بكل ما تعني الكلمة من معنى، قياساً بالانتقال الذي وضع التحالف في يده كل شيء، وضع الإمكانيات، الميناء، المطار، الأسلحة، أنشأ الجماعات المسلحة، زودها بالسلاح. عملياً عدن الآن تحت القبضة العسكرية والأمنية المجلس الانتقالي، فلا أعتقد أنه منطقي أن تستدعي أعداء في الحقيقة تأثيرهم ضئيل جداً. عدن منذ أن دخلها التحالف وضعت في قبضة التحالف، معسكر التحالف في عدن، كل شيء تحت السيطرة، وعيد صياغة العقيدة الأمنية في عدن وفق أولويات التحالف. فكان الهدف هو تصفية طرف سياسي بعينه، كان واضح أن الإصلاح هو الهدف رقم واحد، صفيت قيادته في عدن وألحقت به كل المساوئ، وجرى ذلك في إطار ما يسمى محاربة الإرهاب، ودخل هذا الطرف السياسي المشارك في الحكومة كجزء من هدف مكافحة الإرهاب، ولا زلنا نرى الإرهاب على ما هو عليه. طيب هذه النقطة أريد أن أتحول بها إلى الأستاذ منصور هنا في الاستوديو. بالفعل يعني بما يتعلق على وجه التحديد بالإصلاح كان الحديث، أو بالإرهاب أو بشركاء الإسلام السياسي، خلينا نقول كان حديث منذ سنوات على أنه الانتقالي بحاجة إلى أن يصفي الإسلام السياسي، جماعة الإسلام السياسي الإصلاح على وجه التحديد من عدن، من هذه المناطق، لتختلف صورة عدن.
هل اختلفت؟ أولا نحن لم نكن في يوم من الأيام معنيون ولا مهتمون باستهداف أي خصم سياسي. كان لدينا من البدء كمقاومة جنوبية كحركة جنوبية ثم كمجلس انتقال جنوبي مشروع واضح وهو هدف استعادة الدولة الجنوبية. وفي أثناء الحرب التي شنها الحوثيون على عدن اتفق توحد الجميع في مواجهة هذه الميليشيا. انتهت هذه الحرب أو تحررت العاصمة عدن ومحافظة الجنوب خلال 3 أشهر، ثم انتقلنا مع الجميع بقلوب مفتوحة وبنوايا صادقة نحو مواصلة الحرب ضد هذه الميليشيات وإنهاء انقلابها في العاصمة اليمنية صنعاء. مضينا باتجاه الساحل الغربي والمقا والحديدة بشكل عام حتى وصلت قواتنا قوات العمالقة الجنوبية والمقاومة الجنوبية أيضا بمساندة من قوات المقاومة الوطنية ومقاومة التهمة المقاومة التهامية إلى الكيلو 16 وعلى مقربة 5 كيلو من ميناء الحديدة، وكنا على وشك إسقاطها لولا توقيع اتفاق ستوكهولم في العام 2018. خلال هذه الفترة نحن كنا نتعامل بجدية ومصداقية مع الجميع من أجل إسقاط الانقلاب. للأسف أنه في هذا الوقت الذي كنا نحن فيه نمضي باتجاه مواجهة ميليشيا الحوثي، كان قيادة الإخوان الذين كانوا يسيطروا على قرار مؤسسة الرئاسة يعملون على إنشاء ميليشيات وعلى ألوية ومعسكرات تابعة لهم في العاصمة عدن، بلغت أكثر من 7 معسكرات غير يعني الخلايا النائمة، وهذه معظمها كانوا إما من المجاهدين الذين عادوا من أفغانستان أو من العناصر الإرهابية والذين عبثوا وعاثوا فسادا في عدن، و نفذوا الكثير من عمليات الاغتيالات لعدد كبير ربما كان عدد الشهداء الذين قدمهم الجنوب وقدمتهم المقاومة الجنوبية ما بعد تحرير العاصمة عدن يساوي أو يفوق العدد الذي قدمناه أثناء عملية الحرب ضد ميليشيا الحوثي في داخل العاصمة عدن وما حولها. كان هناك لابد من أن يعود الأمان إلى العاصمة عدن، وللأسف أنه أيضا في ذات الوقت كان هناك كلما تقدمنا خطوة باتجاه محافظات الشمال كان في تعز في مدينة الشوريقة تعرضت قواتنا للغدر من جماعات تابعة للإخوان، تقدمنا باتجاه محافظة أيضا تعرضنا للغدر. القوات حينما كانت قواتنا أيضا تستعد باتجاه التوجه من اتجاه يافع باتجاه البيضاء تم الدفع، وحينما كنا أيضا على وشك أن نسقط محافظة الحديدة توجهت القوات من محافظة مأرب قوات الإخوان التي أوقفت معركتها ضد ميليشيا الحوثي وانسحبت من المطار من بني حشيش ومن نهم ثم من الجوف إلى مأرب، ثم وجهت قواتها كلها باتجاه اسقاط العاصمة عدن وقالوا بأن تحرير صنعاء يبدأ من العاصمة عدن. هذه الأمور كلها استوجبت على أن القوات الجنوبية ينبغي أن تضع حدا لأعمال الإرهاب التي كانت متفشية في العاصمة عدن، والحمد لله تم تطهير العاصمة عدن، تم تطهير محافظة أبيان، تم تطهير محافظة شبوه، وإلى اليوم للأسف ما زالت القاعدة في عدد من مناطق محافظة أبيان أو في أطراف محافظة شبوه، وبدعم من جماعة الإخوان في محافظة مأرب تنفذ عمليات اغتيالات يومية ضد قواتنا القوات المشتركة في محافظة أبيان أو قوات دفاع شبوة في طيب. محافظة شبوة. طيب أستاذ ياسين التميمي، هل لأحد من المراقبين وأنت أحد المحللين أو المراقبين أن يستطيع أن ينكر بأن القوات الجنوبية هي بالفعل من حررت أغلب الأرض سواء كانت في الجنوب أو حتى في الشمال؟ هل أحد يستطيع بأن القوات المناهضة للانتقالي لم تحرر شيئا؟ بالعكس انسحبت من نهم، كانوا الناس في الروضة أو في الروضة في صنعاء يسمعون الأصوات المدافع وإطلاق النار. اليوم اللي بالمجمع الحكومي داخل مأرب جالسين يسمعون هذه الأشياء، من يستطيع أن ينكر هذه الأشياء؟ هذا السؤال وجهه إلى اللجنة الخاصة لأنها هي اللي أدارت الأمور كلها، هي التي أخذت الجنوبيين من الجنوب وذهبت بهم إلى الشمال، بينما هناك في الشمال مخزون بشري هائل كان بإمكانه أن ينجز كل العمليات العسكرية التي
نفذت بمساعدة مقاتلين من المحافظات الجنوبية. هذا المنطق يفترض أن الشماليين طبعا خونة ومتخاذلين ومرتزقة ولا يريدون العودة إلى صنعاء، وهمهم الوحيد هو العودة إلى عدن وحيث تتكدس الثروات والمستقبل الجميل والمشرق والمزدهر إلى آخره. هذا منطق. والإخوان المسلمين قوة جبارة تسيطر على السلطة الشرعية وتمتلك المعسكرات وتصدر الفائض القوة من مأرب وتنسحب من بني حشيش وإلى آخره. النسخة الجنوبية من شي جيفارا حاول يرسمها الآن الأخ منصور، ولكي يظهر أن الطرف الآخر على النقيض تماما، عبارة عن متآمرين وليس لهم مشروع وطني وليس لهم ثأر مع الحوثي، مع أن أنتم تعلمون أن الحوثي ليس معني لا بالانتقالي ولا بالجنوبي ولا بأي شيء آخر، معني بالطرف الذي أخرجه من صنعاء، معني بالطرف. كلا كيف غير معني وهو نزل إلى عدن أستاذ ياسين؟ أنا أريد أن أفهم هنا، كيف غير معني وهو نزل إلى عدن وحارب وصل لمطار عدن إلى معاشر لا، أنا ولا معاشر؟ سأتكلم بالنسبة للتشكيلات التي العسكرية والأنوية العسكرية. هذه أنوية حماية رئاسية وشكلها الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكان له رغبة في أن يعود إلى عدن، والمسألة هي لها جذور الصراع المناطق اللي تعود إلى 86. وعبد الرب منصور هادي طبعا استعان بمقاتلين من أبيان، لكن لم يكونوا كفاية، فاستعان من الامتداد القبلي العشائري شبوة ومارب. الوحدات التي تشكلت في عدن والقوات التي ذهبت إلى عدن هي قوات قبلية من مأرب، لكن ليس لا أعتقد أنهم ينتمون للإخوان المسلمين مطلقا. هذه حتى أنه المعسكر التدريبي للحماية الرئاسية اختار عبد الرب منصور هادي أن يكون في مأرب، ولهذا ضربه الحوثيون بالتنسيق مع الإمارات والمجلس الانتقالي. المسألة هذه واضحة وضوح الشمس. دعونا نتصرف بعدل ومنطق وبشفافية وبنزاهة ونحن نشخص الأمور. يعني لا يمكن النظر إلى ألويات الحماية الرئاسية على أنها خلايا نائمة. المسألة كانت قوات مرسمة ومعروفة وتنتمي إلى مناطق محددة، لكن الشيء الذي أستطيع أن أنكره تماما أن هذه القوات لم تكن من الأخوان المسلمين، لأن عبد الرب منصور هادي كان يكره الأخوان المسلمين بقدر كراهية الأخوان المسلمين من قبل المجلس الانتقالي ولا الأجندة الإماراتية. الجميع يكره الأخوان المسلمين ولا يريد أن يتعاون معهم مطلقا. لكن المشكلة التي نعاني منها هو أن الآن بات كل شخص يكافح ضمن المشروع الوطني ويحقق الأهداف الوطنية يوصم بأنه أخوان مسلمين، خلاص وانتهى الموضوع، ومهما كان هدفه نبيلة فهو أخوان مسلمين. دعونا ننحي الأخوان المسلمين جانبا وابحثوا عن شخص ينتمي للأخوان المسلمين لكي يدافع عنهم. لكن ما أريد أن أقوله هو أن كل الأطراف التي تلعب اليوم على الساحة اليمنية، سواء كان انتقالي أو قوات مشتركة في الساحل الغربي أو جيش وطني أو قوات درع الوطن أو القوات الثانية هذه اللي أعلنها في شبوة بعد إسقاط محافظة شبوة، إذا اسمها قوات لقد نسيت. المهم كل هذه التشكيلات أسست من قبل التحالف ويشرف عليها التحالف ويتحكم بها بشكل كامل التحالف. لا يوجد طرف محلي في اليمن يمتلك إرادته أو قراره أو حريته أو كرامته. طيب استاذ ياسين، الكل يتصرف ضمن المساحة المرسومة له. وأنا طيب لا و... و... أتحدى كل في هذه نقطة الأطراف في نقطة لا لتتصرف بتلقاء استاذ نفسها. ياسين، أنا سأعود إليك وأنت ربما تبرئ طرف معين، سأعود إليك بعد قليل إنه إلى أي درجة هذا الطرف أيضا متماهي مع الأجندة الأجنبية، لكن أنا أعود إليك أستاذ. أنا قبل ما تسأل أستاذ عبد السلام، بس أود أن يفسر لي ويترجم لي العبارات التي قالها بأنه المعسكر التدريبي الذي التابع للقوات الحماية الرئاسية في مأرب استهدف من قبل الإمارات والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي. أنا هذه المسألة ما فهمت، كيف يعني ما دخل المجلس الانتقالي الجنوبي، ما دخل الإمارات وما دخل الحوثيين؟ هو حاول أن يبرئ الحوثيين ويظهرهم بأنهم، قصدي الإخوان، بأنهم مجني عليهم. يا أخي أنت لديك في تعزل وحدها. لا لا، أنا معي سؤال لو سمحت، معي سؤال، خلينا عشان تمشي الأمور كذا. من يسيطر على عدن حاليا؟ الحكومة الشرعية
ومن ضمنها المجلس الانتقالي اللي هو جزء وفق اتفاق الرياض، أم المجلس الانتقالي فقط والحكومة الشرعية يلا تسيطر على المعاشق ومتى ما أراد الانتقالي؟ شوف، نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي جزء من الحكومة الشرعية، وعدن مسيطر عليها من قبل القوات المسلحة الجنوبية، ومنها قوات المنطقة العسكرية الرابعة وهي جزء أساسي من مناطق الجيش المشكلة بشكل الجيش اليمني مشكلة بشكل رسمي، أيضا قوات الحزام الأمني وهي مشكلة من قبل رئيس الجمهورية وقادتها أيضا معينة من قبل رئيس الجمهورية، هي أيضا سلمت لها هذه المواقع بناء أيضا على اتفاق الرياض الذي نص على أن تسلم وتدار عدن من قبل إدارة الأمن في عدن، وهي أيضا تتبع وزارة الداخلية. قوات الأحزمة الأمنية أيضا يعني تتبع وزارة الداخلية وأيضا وفقا لاتفاق الرياض، والمحافظ هو أيضا معين من قبل رئيس الجمهورية وهو ضمن حصة المجلس الانتقالي الجنوبي وكذا الحكومة. بالنسبة للحكومة هي المجلس الانتقالي الجنوبي وفقا لاتفاق الرياض في العام 2019 وأيضا مشاورات الرياض في العام 2022 هو جزء من الحكومة، وكان الاتفاق على أن تعود الحكومة وهو ملتزم بأن يوفر المناخات المناسبة والملائمة لها للعمل من داخل العاصمة عدن، وأن تدير شؤون البلاد وأن تدير العمليات العسكرية، أيضا وزير الدفاع يديرها من داخل العاصمة عدن، أيضا عملية الاقتصاد والبنك المركزي كلها من العاصمة عدن. لا توجد أي إشكالية تعيق مجلس القيادة الرئاسي ولا الحكومة من أن تدير مهامها. هناك فقط من البعض يعتقد بأن عدن لن تكون تابعة للدولة ولا تكتسب المشروعية إلا متى ما سلم الجنوبيون قرارهم وأمرهم وأعلنوا بأنه لا يوجد لديهم مشروع وأن يسلموا لجماعة الإخوان أو للقوى النافذة التي تحاول العبث في عدن أو تحاول استهداف المشروع الجنوبي. نحن حتى حينما نتحدث عن المشروع الجنوبي نتحدث عنه بهدوء وبروية، ونحاول أن نوجد حل لقضية شعب الجنوب وللقضية الجنوبية، والمطالب الجنوبيين أن يكون ذلك عبر مفاوضات سلمية وعبر عملية سياسية شاملة، وأن نكون على اتفاق مع في إطار مجلس القيادة الرئاسية حول رؤية الحل لقضية شعب الجنوب، أيضا في الحكومة مع الأشقاء في التحالف العربي مع الفاعلين الدوليين. نحن نملك قرار أن نعلن اليوم من طرف واحد إعلان استعادة دولتنا، لكن نحن لم نذهب إلى هذا الطريق ولم نذهب إليه لأننا نريد أن يتم ذلك، لأننا ندرك تبعاته السياسية، تبعاته العسكرية والأمنية والاقتصادية، وإنما نحن نتخاطب بلغة سياسية مفهومة. نحن ذهبنا لاتفاق الرياض، ذهبنا إلى مشاورات الرياض، اليوم ما زالت المشاورات، وما زلنا ضمن مجلس القيادة الرئاسي ندفع باتجاه تسوية سياسية شاملة ترضي الجميع وتحافظ على حقوق الجميع. نحن حتى حينما نتحدث عن استعادة الدولة الجنوبية لا نفكر بمصالحنا فقط، إنما نفكر بمصالح الجميع، بأن نحفظ الأمن والسلام في الجنوب وفي اليمن. وهذه النقطة وهذا النقطة على وجه التحديد أستاذ ياسين التميمي، التهم دائما للانتقالي بأنه شريك الحوثي، بأنه معطل الحكومة الشرعية، بأنه أيضا مقوض لموضوع استعادة الدولة، لكن السؤال هو من أين ينطلق خصوم الحوثي؟ أليسوا من عدن؟ أين هم من يهربون من الحوثي؟ ألا يفكرون بأول نقطة أو بأول مدينة يفكرون بعدن ويذهبون إلى عدن؟ بالتالي موضوع أنه عدن ليست جزء من محاربة الحوثي أو أنها جزء من تقويض الدولة، هذا كلام ربما يعتبره البعض فارغة. هي الكل وليست جزء. نعم، يعني أنا أتفق معك أنه عدن فيها مطار، والناس اللي يهربون من الحوثي يمروا عبر هذا المطار، هذا إنجاز عظيم. لكن المسألة مش الناس يهربون من الشمال من الحوثي، المطلوب من عدن أن تتصرف كدولة ضامنة لليمنيين في كل مكان وتساعدهم على استعادة الدولة في صنعاء، وتدعم معركة حقيقية على الأرض تنهي مشروع الحوثي بشكل كامل، لأنه إذا انهينا مشروع الحوثي فأعتقد أن كل القضايا يمكن أن تبحث بما في ذلك حق الجنوبيين إن أرادوا في تقرير مصيرهم، وإن كان هذا فعلا مثل مطلب جنوبي شامل. الأخ منصور قال يعني دخلنا في حجية غريبة، يعني منطقة رابعة تبع الجيش اليمني وجزء من القوات الجنوبية، والأحزمة الأمنية تتبع وزارة الداخلية اليمنية وهي جزء من القوى اليمنية الجنوبية، القوى الجنوبية الضاربة وهي معينة من رئيس الجمهورية، وهي
وقال كلاما طيبا فيما يتعلق بالعقلانية في التعاطي مع مشروع الانفصال، لكن دعني أنبهه إلى أن مسألة إعلان الانفصال أنا أعتقد أنها أقل كلفة من هذه العراقيل الكبيرة التي توضع أمام استيعاب الدولة، لأن المجلس الانتقالي من أولويته هو تعطيل مشروع استعادة الدولة، وهو مصر على وضع العربة قبل الحصان، بمعنى أنه عوضا عن أن نذهب للحوثي أقوياء يريدنا أن نذهب إلى الحوثي ومحملين بمشروع الانفصال، ونقول له تعال نتفاهم، هذا الجنوب يذهب إلى حاله، وأنت تعال نقاتلك من أجل استعادة ما تبقى من اليمن. منطق هذا المنطق يدعم معركة الحوثي، يدعم مشروع الحوثي بشكل كامل. لهذا أنا أقول مخلص للأخ منصور وللمجلس الانتقالي، اعلنوا الجنوب أفضل بكثير من أنكم تأخذوا الدولة وتعطلوا مشروع استعادة اليمن. خذوا الجنوب، اعلنوا مشروع الدولة الجنوبية. كيف اعلنوا استاذ ياسين عفوا، كيف اعلنوا وكيف اعلنوا وخصوم لحظه، كيف يعلنوا وخصومهم يقولوا الوحده او الموت واحنا بنقاتلكم واحنا بنروح، يعني الموضوع هو جر اخ عبد السلام المطاف. المقاتل الجنوبي شجاع، انت ايش اللي بيعمله المقاتل الشمالي؟ انت عارف انه هذا ولا يسوى حاجه المقاتل الشمالي، ولا يقدر يعمل شيء اذا استطاع، هذه اراده جنوبيه بتمضي. ما لك يا اخ عبد السلام؟ هذول ناس حرروا الجنوب خلال 3 ايام، هو تظن ان التحالف اللي عمل هذا الكلام؟ لا، هذه الاراده الجنوبيه، وهم يستطيعوا الان يعلنوا الدوله الجنوبيه وعندهم القدرة الكاملة للدفاع عن طيب هذا يا المشروع، بس سيدي، أنا أريد أن أقول لك شيء واحد، مش اليمنيين اللي بيعترضوا على المشروع الجنوبي، الوكلاء الخارجيين، لأنه في هذه الحالة إذا أعلن الجنوبيين تحت مظلة المملكة العربية السعودية والإمارات الانفصال عن الجنوب، سيتحدث العالم ويقول للسعودية والإمارات ما هذا الذي تعملونه في اليمن؟ والله يا أنتم دخلتم تحت مظلة الشرعية الدولية هنا مداخلة، لمساندة السلطة الشرعية، بس اليوم أنتم سلمتم الشمال للحوثي وسلمتم الجنوب للانتقالي، ماذا بقي؟ يعني اليمنيون صحيح سيتعرضون لضربة قوية، أستاذ ياسين، بس لكن ستكون لديهم فرصة مستقبلا في الدفاع عن وجودهم ودولتهم، لأنه اليوم هذا النوع من المغالطة مرفوض. على الجنوبيين إما أن يعلنوا دولتهم أو يتركوا الدولة اليمنية تقف على قدميها. طيب هذه ملاحظات مهمة أستاذ ياسين، هذه ملاحظات مهمة، بس تعقيب سريع. أنا أرفض هذا الأسلوب الساخر في الحديث عن القوات الجنوبية من قبل الأخ ياسين اللاجئ في تركيا، لأنه هؤلاء الرجال يقدمون دمائهم وأرواحهم بشكل يومي في كل أطراف الجنوب وحتى في الشمال في محافظة إب وفي أطراف تعز وفي داخل الساحل الغربي، هذا كلام مرفوض. لكن سأجاريه بعض الشيء، هو قال نحن أن القوات الجنوبية حررت الجنوب في 3 أيام، نعم عدن تحررت في أيام معدودة ولحق كذلك في يومين وأبين ووصلنا إلى الساحل الغربي. في هذه اللحظات التي كان الجنوبيون يزفون جثامين عناصر الحوثي بالشيولات أو كما يسمى في الجنوب العقيد شيول، كان الإخوان المسلمون وفي قنواتهم المعروفة يحتفلون بأسر حمار. حينما كان الجنوبيون يقاتلون في الساحل الغربي كانت جماعة الإخوان وكان فنانهم الكبير صاحب فكرة الوحدة من الدين أو قال الركن السادس من الدين كان يقيم الحفلات في والمسرحيات، وقال إنه الفن أيضا والثقافة قتال. حينما كان الجنوبيون يدخلون إلى مدينة الفاخر كان جماعة الإخوان الذين انسحبوا من داخل الجوف ومن قبلها من نهم ووصلوا إلى مأرب يقيمون الأعراس الجماعية. دخل الحوثيون إلى قانية في داخل حينما بيضة. تقدم الجنوبيون في الساحل الغربي أو في اتجاه الحديدة سلموا قانية لميليشيا الحوثي وتركوا الشوايات الدجاج أو الفراخ كما يقال هنا في مصر ليتغدى بها عناصر الحوثي. يتهم التحالف العربي بأن دعم الجنوبين، التحالف العربي كما دعم الجنوب دعم أضعاف مضاعفة للشمال، وشهدت دبابات ومدرعات التحالف العربي يحتفي بها محمد علي الحوثي في داخل ميدان السبعين. حمود المخلافي الذي قال أنه يحرر تعز بالطبول ومرة يقول بشوالات البسباس، قال أنه كان يحرر شوارع وعمارات بأنه يشعل شوالات البسباس للحوثيون فيهربون، هرب هو ب 300 مليون
ريال سعودي ويستثمر بها في داخل عمان. أمين العقيمي ترك مارب. يا منصور هنا أريد أن أتوقف عن الكذب. عليه أن يثبت كيف أمين العقيمي هرب بأموال محافظة مارب ولا لا؟ لا ما هربش. يربط المملكة العربية السعودية واستقبال استقبالا رسميا من أعلى المستويات الرسمية السعودية. لا أثارها غير مسموح لها. أستاذ ياسين في نقطة أخذته طائرة هليكوبتر مروحية على الحكومة الملكية السعودية من مارب وذهب لمقابلة القيادة السعودية في الرياض. طيب أستاذ ياسين التميمي في نقطة أثرتها أنت وأثارها الأستاذ منصور هنا في الاستوديو وهي نقطة التحالف. نقطة التحالف وموضوع. طيب أستاذ ياسين عفوا بس أنا أريد أن أستفسر عن شيء. أنتم أثرتم لو سمحت فقط والشمالين المرتزقة أريد أن أسألك أستاذ ياسين على الأخ منصور ودعونا نتوقف وأريد منه أن يعتذر ولا سأتوقف عن البرنامج. طيب أستاذ ياسين أنا أريد أن أسألك تمرير أكاذيب وكلام فارغ. طيب أنا سترد أنا أريد أن أسألك لأنه في أثرتم موضوع التحالف. ماذا سيفعل قادة المعارك أو ماذا فعل قادة المعارك في اليمن بدون التحالف؟ الصور اللي في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أبناء أعضاء المجلس الانتقالي وقيادة المجلس الانتقالي بسيارات فارهة ويعيشون حياة خرافية في دبي وفي أبو ظبي. طيب أنا فقط على موضوع التحالف أستاذ ياسين لأنه عشان ما نمرر هذه النقطة. دعونا نتكلم بمنطق بسياسة بفهم وعي. لا نريد أن نخرج عن الموضوع. أستاذ ياسين التميمي التحالف هو من كأي واحد بيقول لك حصل التحرير وحصل الكثير من الأشياء والإنجازات وقت وجود التحالف. راح التحالف ما تحرر ولا شبر والآن تجي تلوم التحالف. ماذا سيفعل القادة اليمنيون أيا كان توجهاتهم بدون التحالف؟ أنا قلت في هذه الحلقة أنه كل القوى اليمنية التي تخضع للتحالف ليس بيدها عمل أي شيء خارج عن إرادة التحالف. هذه حقيقة يعني ينبغي أن نسلم بها الآن. فليس من حق المجلس الانتقالي أو الجيش الوطني أو القوات التشكيلات العسكرية التي مشيت تحت مظلة التحالف أو طارق صالح أو غيرهم أن يدعوا بأن لهم مساحة حركة يتصرفون بها كيفما يشاؤون هم. هذا ممنوع. كل شيء تحت سيطرة التحالف. المعركة أدارها التحالف. عطل كل القوى للقيام بدورها من تلقاء نفسها. وأنا أعتقد أن الضحية الأولى للتحالف هو الجيش الوطني. لأنه يعني خلافاً عن بقية التشكيلات الأخرى الحليفة للتحالف عانى كثيراً، عانى من شحة الإمدادات، من المرتبات، من أشياء كثيرة. هو ليس حليفاً للتحالف، الجيش الوطني هو ليس حليفاً للتحالف. أي التشكيك في التضحيات التي يقدمها الجيش الوطني أيضاً مرفوض سواء كان في مارب أو في لا أستاذ ياسين، الجيش الوطني ليس حليفا للتحالف ولا يستلم رواتبه من التحالف ولا اعتماداته من التحالف، صح؟ يعاني هناك شح في الامتدادات، هناك تعذيب لهذا الجيش الوطني. يعني المرتبات تصرف ولا تصرف، الامدادات العسكرية وهذا هو الأهم أحيانا تحجب بشكل كبير جدا وقرر المجلس الوطني لتدبير الجيش الوطني لتدبير احتياجاته بطريقته الخاصة. هذا عيب. يعني يفترض أنه أهم جبهة وهي مارب يفترض أنها تمتلك كل الإمكانيات العسكرية التي تجعلها تتفوق على الحوثي وتدحره بشكل نهائي، لكن كان معروفا أنه خطة التحالف هو ممارسة ضغط عسكري على مارب حتى لا يستطيع أو لا تستطيع القوة المعنية بحماية الشرعية أن تواجه كل المشاكل. يعني فقط ملاحظة أخيرة قبل ما أنتقل إلى الأستاذ منصور. في بداية الحلقة أنت ذكرت بأنه كل هذه الأطراف هي عملياً الأطراف اليمنية، الخارطة السياسية اليمنية كلها بيد التحالف باستثناء الإخوان، قلت بأنهم مكروهين من التحالف. الآن أتيت على موضوع الجيش الوطني، هل تريد القول بأنه مصطلح الجيش الوطني معني به الإصلاح والإخوان فقط؟ الجيش الوطني يتبع السلطة الشرعية ويأتمر بأمرها. لا بس أنت ذكرت نقطة أنه الفئة الوحيدة المكروهة من التحالف هي الإصلاح أو الإخوان. نعم السبب ليس لأنه إخوان، لا، السبب لأن الجيش الوطني فعلا يقاتل الحوثي، فعلا مهمته هزيمة الحوثي وهذا غير مطلوب. كل القوى والمكونات الأخرى لا علاقة لها بالحوثي، معها مشاريع مختلفة. الجيش الوطني لكي يبقى مبرر وجوده الوحيد هو محاربة الحوثي. الحرب مع الحوثي ينبغي أن ينتهي بهزيمة الحوثي واستعادة صنعاء.
هذا ليس من أهداف التحالف الآن. وصلت الفكرة واليمن عليك؟ جرى إضعاف الجيش وصلت الوطني، الفكرة لأنه في والجيش الوطني انخرط فيه كل اليمنيين، طيب وصلت الإخوان الفكرة، بس غير لأنه احنا الإخوان لدينا كثير من النقاط سنأتي عليها في محور ثاني. أنا لا لا خليني أسألك، خليني أسألك، خليني أسألك بعدين تعال بملاحظتك. في سؤال دائما الناس يسألوا، يقولوا كيف الازدواجية الوظيفية هذه؟ مثلا رئيس المجالس الانتقالية الجنوبية اللي هو عيدر الزبيدي والزبيدي هو الرئيس وهو النائب فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي اليمني، كيف نفسر وكثير غيره؟ فالناس اشتوا إجابة. المسألة واضحة، المسألة واضحة. المجلس الانتقالي الجنوبي حينما دخل هذه المعركة دخلها حتى القوات الجنوبية، حينما كانت تقاتل من اليوم الأول كانت تقاتل بعلم الجنوب. طلب أحيانا بعض من بعض الأشقاء في التحالف في بداية المعركة بأنه لا داعي للعلم، قيل لهم أنه لن يقاتل أي جندي أو مقاتل جنوبي إلا تحت راية الجنوب. رفضوا الرأي اليمني بكرة عن بكرة أبيهم منذ البدء. قواتنا أيضا التي تقاتل في الحديدة، الأخ يقول بأنه الجميع ليسوا معنيين بقتال الحوثي، إذا ما مصلحتي أنا كجنوبي أو كقوات جنوبية آلاف الشباب الذين قدمناهم في داخل الساحل الغربي إلى وصول إلى كيلو 16، ما مصلحتنا؟ من كنا نقاتل؟ كانت قواتنا تقاتل هنا بعلم الجنوب، كانت هنا قوات العميد طارق صالح تقاتل بالعلم اليمني، أيضا قواتنا اليوم داخل مدينة الفاخر بمحافظة إب وأعلام الجنوب مرفوعة على 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 علم ثكناتها ومعسكراتها وعلى أسلحتها. المسألة بالنسبة لنا واضح، مشروعنا واضح، استعادة الدولة الجنوبية وتحقيق تطلعات الشعب الجنوب. بالنسبة للرئيس الزبيدي، بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي، حينما شاركنا أيضا في اتفاق الرياض الأول في عام 2019 حضر الجنوبيون وهم يحملون علم الجنوب، وكان الاتفاق بأنه هذا اتفاق شراكة ما بين الشمال والجنوب، وشكلات حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمعنى أن المشاركة الجنوبية كانت بالمشروع التحرري الاستقلالي. اليوم الرئيس عيدروس الزبيدي هو رئيس هذا المشروع، هو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحمل هذا المشروع، وهو نائب لرئيس مجلس القيادة في إطار المهام الموكلة لمجلس القيادة الرئاسي، وهي إدارة ملفين، ملف بالحرب مع ميليشيا الحوثي وأيضا ملف السلام في حالة الوصول إلى تسوية سياسية. غير كذا لا يوجد، لا يوجد، حتى لا يفهم الأخوة يعني حتى لا ندخل في دائما في مسألة توضيح هذه المسألة، أنه لا توجد مهمة مهمة سياسية للحكومة اليمنية، مهمتها دفع الرواتب، إعادة الإعمار، معالجة الأوضاع الاقتصادية في محافظة الجنوب وكل المحافظات المحررة أو المديريات المحررة، مديرية ونصف في مأرب ومديرية أو مديريتين ثلاث في تعز، بالإضافة إلى المديريات التي تم تحريرها في الحديدة. هذه هي مهمة الحكومة. أيضا مجلس القيادة الرئاسي هذه هي مهمته، لا توجد مهمة سياسية بأنه سقط مشروع استعادة الدولة. الرئيس الزبيدي لم يتنازل ولم يتخلى يوما عن هذا المشروع، بالتالي هو يؤدي مهامه كرئيس. كل شيء بوقته، كل شيء في وقته، ونحن اليوم نتحمل كل هذا، وحتى ضغط الشارع الجنوبي، ضغط الشارع الجنوبي اليوم، الشارع الجنوبي يطالب بإعلان فك الارتباط من طرف واحد، لولا أنه المجلس الانتقالي الجنوبي يدير الأمور بروية وبهدوء لكان الشارع اليوم ذهب إلى. أستاذ ياسين خليني أقفز شوية، لأنه من ضمن الأشياء الكثيرة التي أثيرت حول عدن، حول الجنوب، حول مجلس الانتقالي الجنوبي، أنه هذول يهجروا الناس، يمنعوا الناس من الدخول، يعملوا، مع أنه كل المسافرين يسافروا من عدن غيره. لماذا لا تتحدثون على سبيل المثال عن صعدة؟ هل تعلم بأنه لا يستطيع أي يمني أن يدخل صعدة إلا بمعرف وبضمين وبمدة محددة ومعروفة، والعذر دائما أنه هناك معركة؟ لماذا فقط التركيز على عدن؟ أولاً لفت نظري ما قاله الأخ منصور بأنه عيدروس الزبيدي رئيس جنوبي ودوام دوام جزئي في الدولة اليمنية، وبأنه السلطة الشرعية التي يشارك فيها الآن المجلس الانتقالي ليس لها مشروع سياسي، ولهذا أنا أقول للأخ منصور انصره، يتعلق بالجنوب، تعطل مشروع يتعلق بالجنوب، 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 لا تعطلوا معركات استعادة الدولة، كونوا واضحين. مش معقول تكون رئيس جنوبي بدوام جزئي في الدولة اليمنية ثم تجري اتصالاتك مع العالم على أساس أنك نائب الرئيس اليمني، وأنت تضحك على الجنوبيين بأنك تبحث مع العالم الخارجي مسألة استعادة الجنوب. أنا تابعت آخر أنشطة للأخ عيدروس الزبيدي في الرياض، واحدة من هذه الأنشطة أدارها في السفارة اليمنية، وكان ممتاز، يعني استقبل ضيوفه تحت مظلة العلم اليمني، وهذا الشيء الطبيعي المفروض يكون. هو نائب رئيس الجمهورية اليمنية، ينبغي استعادة الجمهورية اليمنية، ومن ثم النظر في مسألة مطالب الشعب الجنوبي. إذا كان فعلا هذه المطالب ملحة والشعب اليمني الجنوبي مصر عليها،
تأخذ مسارها الطبيعي، لكن والدولة قائمة على رجليها. لكن أنت تطالب بالدولة الجنوبية والحوثي، وأنتم خرجتم مع الحوثي تماما من الضاحية الجنوبية، وتريد أن تقنعني أنكم يعني متناقضين أو أنكم أعداء؟ لا غلط. يعني أنت قلت أنه الجنوبيين ذهبوا للقتال في الحديدة، أين هم؟ ثم ماذا؟ من الذي سحبهم من الحديدة؟ لماذا انسحبوا من الحديدة شبوه؟ من صاحب القرار العسكري؟ سحبوا الاتفاق كان مع الحكومة الشرعية على تحالف، فكرة لا أستاذ تقول لي ياسين. اتفاق ولا شيء، الاتفاق تحالف، ما كان لا مع تقول لي علاقة الانتقالي، وما الانتفاق، ولا كان لا الانتقالي بالسلطة الشرعية. كان جزء على أنت فكرة. قوات تقاتل بالوكالة، وهذا توصيف دقيق يعود إلى فريق تابع لمجلس الأمن. يعني أنا ما أريد أقول أنه مرتزقة، لكن لا قوات بأس تقاتل يعني. بالوكالة، معنى هناك مرتبات بالريال السعودي تدفع للناس، الناس يندفعوا يروحوا يقاتلوا، لا علاقة لهم لا باليمن ولا بالجمهورية اليمنية، ولا بعضهم سلفيين طبعا مهمتهم ولي الأمر، ولي الأمر هذا مش مهم، هادي ولا رشاد ولا عيدروس ولا محمد بن زايد ولا محمد بن سلمان، المهم ولي الأمر. فهذا النوع من الفوضى هي ناتجة عن تحييد اليمنيين المعنيين باستعادة الدولة. يعني بالله عليك، أنت عندما تأتي بمقاتلين لاستعادة المخاوي واستعادة الساحل الغربي وتعز مخزن بشري، طيب هل ما هل لا هل لا يوجد رجال مثلا؟ أصبر هل بس لا يوجد رجال في معروف أن الألوية الاتهامية مهمشة جدا، سيجاوب مهمشة جدا. هذه النقطة بس فهؤلاء الناس، الحديدة مخزن بشري، تعز مخزن بشري، الإب مخزن بشري، طيب خلينا وهؤلاء نجي لها الرجال جاهزون خمس دقائق لمواجهة الحوثي ويريدون ثمن الإمكانيات التي أعطيت. فقط خمس دقائق تفضل الأستاذ منصور تفضل. هو أثار موضوع كيف انسحبت القوات وتركت مواقعها في الحديدة وتوجهت إلى شبوة. هذا طبعا كان بعد توقيع اتفاق ستوكهولم، توقفت العمليات العسكرية بشكل عام، وكانت قواتنا تتعرض للاستنزاف اليومي دون فائدة. في نفس الوقت كان الإخوان يسيطرون على محافظة شبوة، سلموا ثلاث مديريات في محافظة شبوة للحوثي ودخلها بدراجات نارية. كلام فارغ، هذا واحد، كلام هذا واحدة فارغ. لحظة أنا صح؟ كنت طيب لحظة تكلم. متابع لهذا هذا الحدث واحد، 100%، كانت قواتهم أنا متابع لهذا الحدث. مدفوعة إلى أصبحت أقوالات محافظة البيضاء، أبين سحب الدعم وترابط في العسكري شقرة كامل على محافظة ورفضت أن البيضاء، تتحرك إلى شبوة وتعرض لتقاتل المجلس الميليشيا الانتقالي الحوثي. هذا والمسلحين واحد. قوات المنطقة العسكرية الأولى سبعة في ألوية يافع، ومع وآلاف وصول الجنود موجودون الدعم في داخل المنطقة، للمقاومة في البيضاء، ورصفهم كانت حوثيون مؤامرة ويرفعون واقعة على شبوة شعارات الصرخة موجودة في حتى معسكرات المنطقة يصدق العسكرية الأولى. المحافظ فقط. وولاها أستاذ ياسين، الإخوان لم تطلق طلقة واحدة ضد ميليشيا الحوثي منذ بداية المعركة إلى هذا اليوم، وكانت إلى كلام منتصف غير فترة حقيقي. الحرب وهي تستلم مرتبات من الاتحاد العربي وترسل لها رواتب من صنعاء. المشكلة هم يتحدثون بأمور يعتقدون بأنها تنطلي على العامة. يا أخي أنت في جماعة الإخوان تتحدث لي عن جيش وطني، لا يوجد جيش وطني. الجيش الوطني هذا المسمى الذي كان ما قبل الحرب، ما بعد الحرب تم استبدال القوات والقيادات العسكرية بأمثل المساجد وبالمدرسين. في داخل تعز 30,000 قوات حشد، سالم المعلم المدرس هو من يقود المعسكرات وهو الحاكم العسكري لمحافظة تعز، وهو غزوان المخلافي وشلة حمود المخلافي. حتى عدنان الحمادي الوحيد الذي كان يقاتل تم اغتياله من بدعم وبتحريض من قبل جماعة الإخوان. اليوم تعز تعيش حالة العبث ويديرها الإخوان، ولا يطلقون طربال واحد 9 سنوات، طربال لم يستطيعوا تجاوزه في داخل تعز. اليوم الحوثيون يحاصرون مأرب من كل الاتجاهات، ومأرب تدفع لهم الإيتاوات مقابل ألا يطلقوا عليها النار. الحوثيون يقولون أنهم يطلقون النار إلى داخل إسرائيل وبيت العرادة ومحافظة مأرب على بعد أقل من 5 كيلو منهم، لماذا لا يطلقون عليها؟ لا أدري، سألك سؤال لا أدري، بسيط، أقول لك لماذا لا تقول لعدن برضو؟ أطلقوا العدن، أطلقوا العدن، أطلقوا واستهدفوا الحكومة. الحكومة استهدفت بكل أبي عدن، استهدف المعسكر واغتيال الشهيد منير اليافعي أبو اليمامة، أيضا استهدف عرض عسكري في داخل العند. العمليات الاغتيالات، اغتيال جواس، اغتيال كثير من القيادات تمت في داخل العاصمة عدن، وهناك الكثير من الخلايا النائمة التابعة لميليشيا الحوثي التي تم القبض عليها في العاصمة عدن. المشكلة معك نصف دقيقة، بنصف دقيقة أستاذ ياسين، خلينا نأخذ نصف دقيقة منك أخيرة. أقول بأنه إن كانت لديهم القوة الإرادة للقتال كانت الفرصة مواتية. القوات التحالف العربي كانت موجودة وتقاتل إلى جوارهم، والقوات الإماراتية هي من حررت إلى
سد مارب إلى هذه المناطق في يوم واحد، في يوم واحد وفي ساعة واحدة 56 شهيد إماراتي قتلوا بالتآمر عليهم من قبل جماعة الإخوان في محافظة مارب. كم قتل جنود من التحالف العربي في داخل عدن وفي داخل الجنوب خلال معارك تحرير الجنوب التي تساوي مارب عشرات المرات إن لم تكن مئات المرات حسب الساعة؟ 2 جنود فقط، وقتل 56 جندي في داخل مارب. السلاح الإماراتي سلم للحوثي. المشكلة أنهم غير قادين ويديرون العملية بفهلوة، وهم اليوم يقومون في الخارج ولديهم استثمارات ولديهم مصالح، يريدون طيب. أحد يحرر لهم مثل ما حررت العاصمة عدن، يريدون استلامها، والآن يريدون أحد يحرر لهم صنعاء ثم يعودون استلامها. أستاذ ياسين، الكثيرين أو كثير من الذين موجودين الآن في الخارج على وجه التحديد في تركيا، وأنا قابلت بعضهم لا أريد أن أذكر، نسوا الحديث عن موضوع الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة من الحوثي، جالسين يتكلموا على موضوع الانفصال. هل تريدون أن تسلموا للحوثي اليمن كله سواء شمالا أو جنوبا؟ الحديث الآن الأولوية يجب أن تنصب في التحرير وفي إزالة الانقلاب. أريدك أن تعرف حقيقة واحدة، هو أن المجلس الانتقالي لا يعني شيء، ليس له أي أهمية قياسا بجماعة الحوثي. جماعة الحوثي هي الخطر الحقيقي والناس كلهم يدركون ذلك، ومسألة أنكم تحاولون الهروب من الاستحقاقات الوطنية بمحاولة اتهام جماعة اسمها جماعة الإخوان المسلمين بأنهم خونة وبأنهم أرسلوا صاروخ توشكا التابع لجيش علي عبد الله صالح السابق وقتل الإماراتيين هناك، وتقولون أن جماعة الحوثي وجماعة الإخوان وإخوان أخوان أخوان أخوان، فليذهب الإخوان إلى الجحيم وليذهب معهم كل الأطراف التي تأمر على الدولة اليمنية. ولكن نريد أن نكون واقعيين، كل الكلام الذي يقوله الأخ منصور غير منطقي وغير واقعي، يعني شيء لا يصدق، كلها أكاذيب كلها أكاذيب، لا شيء يمكن أن يصمد أمام حقيقة أن المعركة الحقيقية هي التي تدور في مارب. لا تقل لي أنه في معارك أخرى، المعارك الحقيقية التي يدرك الحوثيون أن خسارتهم فيها هي معارك مارب، كونوا واقعيين. لكن للأسف نحن الآن الثلاثة، الذي يمثل اليمن اليوم والذي يمثل المجلس الانتقالي والذي يمثل المشروع الوطني، لا نقف على أرضية مشتركة، فكيف يمكن أن ننتصر؟ لا يمكن أن ننتصر إذا لم نقر بحقيقة أن العدو الحقيقي هو جماعة الحوثي، والمواجهة الحقيقية والحاسمة ينبغي أن تتم مع جماعة الحوثي. ولكن الذي يمنع هذه المعركة أن تتم أعداء كثيرون من ضمنهم التحالف ومن ضمنهم الجماعات المرتبطة بالتحالف، هذه الجماعة لا تريد معركة حاسمة مع الحوثيين. لا تنتظر من التحالف الذي أرسل سفينة إلى صنعاء أنه يفكر باستعادة صنعاء، ولا يمكن أن نستهين بالدماء التي سالت ونقول سنعود إلى الناس يريدون من التحالف أن يستعيد صنعاء من أجل هذا كلام، هذا كلام أحمق ولا قيمة له ومردود على قائله للأسف. شكرا، أشكرك فقط لأنه أدركنا الوقت. عفوا يا أستاذ منصور، أنا أدرك أنه رديك ملاحظة نهاية الوقت. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي عبر الزوم من تركيا، شكرا جزيلا لك. وهنا في الاستوديو الأستاذ منصور صالح الكاري في الانتقال الجنوبي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا لكم مشاهدينا الكرام لطيب الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة من برنامج بين الطرفين. إلى اللقاء.